مظاهرات عارمة تملأ الشوارع عن آخرها، لافتات تحمل انتقادات واعتراضات لا حصر لها، احتجاجات وإضرابات أوقفت قطاعات بأكملها. قابل كل ذلك تصاعد أدخنة الغاز لتعمي العيون ورفع هروات الشرطة لتسقط على الأجساد قبل أن تتدفق مياه الشرطة على الأجساد نفسها. مشاهد مفجعة لم تحدث في دول قمعية، لكنها وقعت بالفعل في دول تغنت على مدار أعوام طوال بديمقراطيتها وحرية مواطنيها في التعبير عن حقوقهم. فمن باريس عاصمة الجمال انقلب كل شيء بغتة رأسا على عقب، بعدما أثارت تعديلات قانون سن التقاعد غضب الفرنسيين الذي سرعان ما تحول إلى عنف وعنف مقابل، نتج عنه حرائق وأدخنة وصدمة كبرى في ثوابت درج العالم عليها. لكن الفوضى كلها تجسدت في التفاف الحكومة على قرار الجمعية الوطنية وإصرارها على تمرير قانونها غير عابئة بالرفض الشعبي لذاك القانون. وأمام هذا مظاهرات كدست شوارع تل أبيب تنادي بإسقاط قانون تقف الأكثرية النيابية في الكنيست عاجزة عن تمريره. عناد وصلابة وممارسات سبق أن نددت بها الديمقراطية الغربية في بلدان أخرى مجاورة تطرح عدة تساؤلات حول مصير تلك الديمقراطية التي باتت في مهب الريح.